أودعت الدكتورة باسمة السمعان حفل عيد الأم الذي أقامته مدرسة البطريركية اللاتينية في الأشرفية بعمان بحضور مديرة المدرسة نادي عماري والهيئتين الإدارية والتعليمية وطلبة المدرسة. وفي كلمتها خلال الحفل قالت السمعان بأن الأم لها قيمة لا تقارن بأي شخص آخر في الحياة، فهي تستحق منا الوفاء والشكر على ما تقوم به في حياتها من جهد صامت دون مقابل. وتخلل الحفل رقصات فنية رسمت الفرحة على وجوه الحاضرين.